الوغ اليوم تنتواجدوا في هذه النقطه في الخريطه، عندنا واحد المهمه ديال البحث على واحد الاداه اللي تثبت فيها الجريمه. حنا هنا راه درنا واحد الكادرياج وغادي ندير واحد التمشيط من هذه النقطتين هادو دي والسي تنوصلوا لا وبي. كيفاش غادي نخدموا؟ غادي نخدموا على هذا الشكل. هذا الفرقه الاولى غادي دير التمشيط في هذا الاتجاه هذا. بالنسبه للريكوبيراسيون ديال اداه الجريمه يعني كاين ايكيب اخرى اللي غادي تخدم فيها الاداه ديال الجريمه بينهم الاول. اون فوا يلقاها درنا لابو دو ريبيراج. عندنا واحد المشكل اليوم لا فيزيبيليتي ناقصه شويه، عندنا مشكل ديال الرؤيه. يعني اون فاسيغي لو ديسبوزيتيف دو تيل مانيير نخدمو ان بو سيغي لو بينوم فاش يكون غادي في الراتيساج ديالو يكون لو ديسبوزيتيف سيغي. كاين شي تساؤل؟ كاين شي تدخل؟ دونك اكيبي فو. Permettez les positions. هاد الغواص بعد التكوين ديالو بامكانه انجاز واحد العمليات ومهمات تحت الماء تتطلب في نفس الوقت كفاءات جسمانيه وعقليه متميزه. ومن بين المهمات ايضا هذا المثال اللي عندنا اليوم اللي تيتجلى في البحث عن عناصر واشياء ماديه اللي يقدروا يساعدونا في التحقيق اللي احنا في الخضم ديالو اليوم. سير لو دو سير لو دو. Ça va essayer de peser plongeur. تنقوموا بعمليه التمشيط تحت الماء باستعمال اله الكشف اللي سمحت لنا بالعثور على اداه الجريمه مع بعض المؤشرات اللي غادي تلعب دور كبير في حل هذه القضيه. على واحد العمق ديال 8 متر على بعد واحد 5 امتار من هاد لاجوتي هنايا. وكاينه هاد تريكو ولا واحد الحجره مجموعه هو